العبد اللي بتطمنوا انتوا من كل واحد. تحية لكل شعب مناضل وكل سوار، تحية لكل شعب مناضل وكل سوار. ايضا تحدث الحريري عن ان هذه القرارات ليست للمقايضة وما فيش اي تهديد ولا في ضغط على الشارع اللبناني، وهذه القرارات مش معمولة للمقايضة، يعني مش لأطلب منكم تتوقفوا عن التظاهر وعن التعبير عن الغضب. هذا قرار انتوا بتاخدوه وما حدا بيعطيكم مهلة، ولازم تتأكدوا اني ما بسمع لحدا يهددكم او يحاول يخوفكم، والدولة واجبها تحميكم وتحمي تعبيركم السلمي عن مطالبكم المحقة، لانه انتوا البوصلة وانتوا يلي حركتوا مجلس الوزراء، وتحرككم بكل صراحة هو يلي وصل للقرارات يلي شفتوها اليوم. البعض يرى أن سعد الحريري جد في كلماته، وبعض آخر بيرى أن هذه الكلمات لتسكين الشارع اللبناني. شوف، هو سعد الحريري عنده أريحية كبيرة جدا جدا، واللي متعصب حسن نصر الله بشكل كبير جدا. إيه الحكاية؟ مش عارف. الشارع اللبناني طالب برحيل هذا النظام كله. سعد الحريري أيضا تحدث عن فكرة الانتخابات المبكرة إذا رفض الشارع مقترحاته. ولازم تعرفوا انه صوتكم مسموع، واذا كانت الانتخابات النيابية المبكرة هي مطلبكم ليكون صوتكم هو وحده يلي بيقرر، فانا سعد الحريري شخصيا معكم بهالمطلب. من موقع مسؤوليتي يلي عملته بمجلس الوزراء اليوم خطوة اولى، مين ما كان بالمسؤولية ما عنده خيار الا يعملها. تظاهرات الشارع اللبناني ليست بسبب الضرائب وإن كانت جزء من المشكلة، لكن فعليا الفساد في لبنان بلغ مرحلة خطيرة جدا. أيضا التركيبة السياسية القائمة على المحاصصة، كل واحد له حصة، محاصصة طائفية كانت سبب في عرقلة لبنان وتدهورها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. الحريري تحدث عن ده النهاردة وقال الشعب اللبناني كسر حاجز الطائفية. لكن لازم تعرفوا انه يلي عملتوه انتو كسر كل الحواجز وهز كل الاحزاب والتيارات والقيادات، واهم حاجز انكسر هو حاجز الولاء الطائفي الاعمى. انتو رجعتوا الهوية الوطنية اللبنانية لمكانها الصحيح فوق اي هوية طائفية او مذهبية. هيدا اكبر مكسب وطني، إن شاء الله بيكون هالشي بداية لنهاية النظام الطائفي بلبنان، بداية حقيقية للبنان الجديد. عشتم وعاش لبنان. كان في ردود فعل بتتوافق أو مرحبة بكلمة سعد الحريري، فنانين سياسيين شعروا بجدية كلام رئيس الوزراء اللبناني، وآخرون في الشارع طلبوا برحيل النظام تماما واعتبروا أنهم ما سمعوش حاجة، طلبوا برحيل النظام بكل مكوناته. شو رايك بالوعود يلي قالها سعد الحريري؟ بلا وعود بلا بطيخ، قالوا حاكمين اكثر من 30 سنه وكله كذاب. اول يوم تنزلي على المظاهره؟ لا والله من اول يوم، لاني انا من المانيا نزلت. من المانيا نزلتي ودغري شاركتي بالمظاهره؟ دغري شاركنا طبعا، هالبلد ما بتنعد لانه هربنا بالحرب ورجعنا، يعني اولادنا كلها هربت برا. شو اللي دفعك انك تنزلي؟ شو نزلت طالبه؟ شو بدك تحكي؟ طالبين بالحريه مثل ما هالعالم بنسمع بلبنان بيقولوا في حريه، بس ما في حريه، جوع وتاتير. بتطلع هيك العالم كلها تجوع وتاتير. شو رايك لكن سعد الحريري منيح، بس بدك العالم الحراميه اللي عم ما بيسمعوا الكلام. سعد الحريري منيح بس ما عم يعمل شيء، لانه ما عم يسمعوا منه، كلهم ما عم يسمعوا منه ابدا. عرفتي كيف؟ كلهم بيقولوا ايه بس كلهم كذابين، كلنا الحراميه. انا اشتغلت وربيت اولادي وعلمتهم، بس ما في وظايف لإيلان، وحده قدمتها على الدرك ما مشي حالها، وحده درستها ممرضه ما مشي حالها. وانا معي سكري، معي ضغط، معي ترقوة بالعظم، ما بقى فيني اشتغل، امنهم لاولادي. وعندي وحدة درستها فندقية كمان قاعدين، ما بقى فينا، كلهم كذابين، كلهم كذابين، انقلعوا ينزلوا.
عندنا المظاهرات ويلا انزل على الشارع ويلا انزل على الشارع طول الارض الشوف طول 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 النظام الدكتاتوري النظام الدكتاتوري قومي ارض الشوف قومي قومي ارض الشوف عهد ومجلس وحكومة عهد ومجلس وحكومة قومي أرض الشوف قومي 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 أرض الشوف قومي قومي أرض الشوف قومي قومي عهد ومجلس وحكومة عهد ومجلس وحكومة على التفكير على التشويه لمحسوبية طائفية طيرة 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 إذا ما عندك أرض ما عندك وطن. لبنان بتدي الربيع قبلة حياة وإنعاش، يا محبطين افهموا الحق مش ببلاش.